هتمشي. هروح اجيبها بكره. هتقول لك مش هرجع البيت الا لما لبنى تخرج منه. وانا كنت عايز اتكلم معاكي في الحكايه دي. عايزني ارجع عند عادل؟ ماشي، مفيش مشكله. لا يا لبنى. انت مشيتها يعني علشان البيت يفضلنا انا وانت؟ لا، لبنى، انا عايزك تسمعي الكلام اللي انا هقوله لك وتفهميه كويس. انا صح كان جوايا ليكي مشاعر حلوه، ومن حقك انك ما تصدقيش، واي واحده مكانك مستحيل تصدق. بس انا ومروان كان لينا راي تاني خالص. اللي هو انت لازم تسافر يا لبنى. انت كنت ضحيه، ضحيه ابوك وعمتك، ضحيه وضع لقيتي نفسك فيه وانت لسه صغيره، وقدامك كتير جوا ممكن تعيشيه. وانا مش زعلان منك، ولا في قلبي اي حاجه عفشه من ناحيتك. كنت في لحظه عايزه موتك، بس دلوقتي انا مقدر وفاهم انت ليه تعملت بالطريقة دي. لبنى، انا جبتك هنا مش عشان ارجعك، ولا عشان ازلك، ولا عشان تبقي قدام عيني او تبقي ورقة تحت يدي العب بيها مع عادل. لا، انا جبتك هنا عشان اصفرك. المكان هنا مش هيبقى مناسب ليك يا لبنى. انا عارف ان ريم كانت عايزة تصفرك قبرص، بس أنا هقول لك وأسألك، أنت عايزة تروحي فين؟ وأنا رأيي تروحي لمكان فيه صحاب ليكي، صحاب كويسين وبيحبوكي، وتمشي بعيدة عن كل اللي أنت شفتيه هنا. لبنى، أنت معاكي شهادة كويسة، وتقدري تبدأي من جديد. وإذا كان عادل عايز يستغلك كورقة يلعب بيها معايا أنا ومروان، فهو أكيد حاطط في دماغه إنه يضغط بيك على ريم، لأنه أكيد مش هينسى الطريق القديم اللي بينه وبينها. بس أنا مش هقدر أسيبها، دي عمتي. هي اللي اختارت يا لبنى. اسمعي مني، اللي أنا بقولهولك ده مفيش حد تاني هيقولهولك، وده لأن في يوم من الأيام حسيت للحظة إنك أقرب حد ليا. الحب ده حاجة صعبة جوا يا لبنى، إن قلبك يحس ويبقى فرحان وسعيد إن هيشوف اللي بيحبه. إحساس صعب بيحصلش غير لواحد في المية من الناس اللي عايشين في الدنيا دي، وأنا اللحظة حسيته معاكي. وريتيل أم ولدي، أنت بتحبها؟ جايز، وجايز أكون فهمت. فهمت إيه؟ فهمت إن أنا مش من الناس اللي هتصادف الحب بالطريقة اللي هي عايزاها. أنا هفضل طول الوقت أحلم بالحب اللي في الخيال ومش هلاقيه. لبنى، اسمعي كلامي، أنا هسفرك، محدش هيقدر يقف قصادي، ولا عادل هيقدر يمنعني. وإحنا زي ما إحنا، كل واحد منا في طريقه. أنا ما كانش عندي النية إني أردك، كل اللي كان يهمني إني أخدك من يدك لبر الأمان، بعيد عن الطوفان اللي كنت عايشة فيه. كل ورقك هيبقى جاهز، بس أنت شوفي عايزة تروحي فين. وياريت يكون زي ما قلت لك، وياريت كمان ريم ما تعرفش عنه حاجة. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كويس إن أنت جيت يا حسن، كنت لسه هكلمك. ريتال فوق؟ حسن، أنا عاوزة أتكلم معاك شوية. هو صحيح موضوع لبنى اللي أنت رجعتها؟ وبعدين مروان عارف بالموضوع ده؟ مروان عارف. وعلى فكرة أنا ما رجعتهاش. أنا خدتها من عند عادل لأن عادل نيته سودة. فقررنا أنا ومروان ناخدها عشان نساعدها تسافر بعيد عنه. أنا مش فاهمة حاجة. أنت تقصد إيه بالكلام ده؟ عادل نيته مش سليمة. وعمره ما هينسى إن ريم هي اللي قتلت أبوه. وعموما يعني هي بكرة هتسافر ومش راجعة تاني. طب أنت ليه ما قلتش الكلام ده لريتال بس؟ هي أختك دي حد بيعرف يتكلم معاها؟ دي عاملة زي وابور الطاحون. وبوجها ده عامل زي الفرسة اللي لجامها فلت. طيب معلش يا حسن عشان خاطري. اطلع الريتال كده وفسر لها الموضوع وطيب خاطرها بكلمتين بقى. ماشي. يلا. ربنا يصلح حالكم يا رب. فات على الوعد كتير. وانا لسه عندي كلمتي. انا مش مستريحة وقلبي عمال يودي ويجيب. ما تخافيش الدنيا جربت. انت وعدتني وعد حر يا مروان، قلت ان ولادنا مش هيعيشوا من مال حرام. عمتي مروان عمره ما يرجع في كلمته. اقعدي. انا عارفاك لما بتبقى صادق، عينيك بتلمع زي ما انا شايفاها دلوك. انا خايف عليكم كلكم، انتوا كلكم في رقبتي. ريحت قلبي، لا يريح قلبك. مش هتقوم؟ هقوم ايه؟ اقعدي، هنشوي دورة دلوك. الله عليك يا مروان. بسم الله الرحمن الرحيم. جدك كان يجمعنا في الشتاء ويجيد النار ويقعد يقشر واحنا نقعد نشوي وناكل لحد لما نقول يا بس. كان يقول انا مش هاكل الا من جوز الدره بتاع فوزيه، ويقول الله الله معسل قوي وطري، انا اقعد بقى ايه نفش ريشي. امال ايه؟ مش بيقول على الدره بتاعي انه احلى واطعم؟ هو لو ما كانش فيه الحياة الحلوة دي والذكريات دي كنا هنعمل ايه؟ كان الواحد مات.